ما زلنا في الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح، الأسبوع اللي غير وجه التاريخ. أحبائي، شرف وامتياز أكون أمام كنيسة القيامة، القبر المقدس. بدعوكم في هذه الحلقة حتى ندرس آلام الرب يسوع وموته وقيامته. طبعا في داخل كنيسة القيامة من الجهة اليمنى الجمجمة أو الجوجتة نشوف القاعدة اللي وضعوا فيها صليب يسوع المسيح، وفي المدخل أيضا الكفن المقدس، مكان اللي غسلوا جسد المسيح قبل الدفن، وأيضا القبر في الوسط في فتحة في السماء، المكان يسمى أناستاسيا، رمز الفرح والنصرة والقيامة. أيضا أنا بدعوكم أن تشاهدوا معي هذه الحلقة، ولا سيما تتكلم عن الآلام، درب الآلام وآخر مراحل هي فعلا يسوع المسيح على الصليب، وطبعا تنزيل الجسد لكي يكفن والقبر المقدس. ابقوا معي حتى نواصل هذه الدراسة.